صباح جميل وصباح غالي بفرحة النهاردة البرنس محمد رضا بيسطع عليه الكب الكب قول الكب الكب قول الكب الكب قول الكب اشرف النجار انسنا بالحضور اهلا وسهلا بيكم للضيوف اللي حضروا معاه الرئيس خالد جوده الحمد لله على سلامه الوصول الرئيس ربيع سعيد عرابي 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 فرحة عبغاني فرحة عبغاني عبغاني عبعاتي خمسة ستة عبغاني عبعاتي خمسة ستة اسلام الكب والكب 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 صب عليه البرنس 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 انا من مسمار البرنس قول البرنس البرنس قول البرنس البرنس قول البرنس قول اشرف النجار استاذ ربيع سعيد ابو احمد الراس خالد جوده استاذ رمضان والصحبه الجميله وجمال الكلام 100 العز و500 جنيه 16/6 احلى كب وصحبه اهو 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 الراس عمرو عباطي كده كلام ايه عمرو كده كلام 200 جنيه عمرو عباطي نقول 2/9 الحاج ابراهيم الصفقي رضي الله عنه وارضاه الحاج ابراهيم الصفقي 2/9 تحيه كبيره لصفقي ومعلمين صفقي وب 2/9 والكلام ده 100 صب عليك يا حفاجه وبنقول الف سلامه كبو نكمل المزيكا الجميل صب على عمرو عباطي استاذ محمد الجرحي صب عليه محمود حفاجه يا عم بص صباحه جميله يا عم بص احلى محمود جمعه يوم 24/6 كلام كده 200 فرحه يا عم محمود كلام 350 باسم النجم الجميل استاذ محمود جمعه يوم 24/6 الدوله عمرو عباطي بيقول الرئيس طلع ابو يزمان الكلام بتقول يا ابو عبد المنعم الكلام عندنا يوم 24/6 يا ابو حنين يا محمد علام صب عليك محمود جمعه يا عم عمرو ابعتش انت اللي عليك الدور وعايزين نعمل فرح عندك والله احلى صاحب في الدنيا بيقول لك اكل وجلد ويصب عليه برضه محمود جمعه يا عم الصباح ده 100 وهناك 100 يبقى الكلام كده 200 جنيه كلام معانا 350 يوم 24/6 باسم الباشا محمود جمعه الكب والكب بيصب على عمرو ابعتش دي كمان 100 هي تبقى كده عمرو ابعتش 200 الصباح بيقول محمود جمعه يقول مبروك النهارده عايز الناس تسمع والفلوس بتتسال في المكتب عمرو عباطي 100 وهناك 100 يبقى الكلام كده 200 عمرو عباطي والكلام اهو الصباح اهو بيزيد نص 100 كمان دي مين يا عم علاء المعلم شريف